من الخيام وكان يسامرهم، فسألهم مرة: كيف تدبرون حياتكم؟ أجابه أحدهم، قال: والله أنا نقطع هذه الطريق سيرة جيئة وذهابا بحثا عن الكلاء والماء. قال: طيب شحال تفقدوا ديال المسافات؟ قالوا له: شهرين، 3 أشهر، احنا قاطعين المسافة يمكن 200-300 كيلومتر يقطعوها في. فقال له: أنا بلا طاعي، عليكم أنا طاعي، هذه الآلة تاعي اللي هي طائرة صغيرة شراعية. قال لهم: أنا كنقطع المسافات اللي كتقطعوها أنتم في شهرين يمكن في ساعة أو أقل. فسأله أحد الشيوخ وكان يجلس في الطرف، وهذه القصة موجودة، قال له: الكسب يفقد الرزق في الدور، وماذا تفعلون تقضية الوقت؟ فعلينا أن نتفكر أحيانا ماذا نصنع ببقايا الوقت الذي يتاح لنا لكي نتدبر بعض الأمور في حياتنا. وكانت الأصل في أن كتب سابق جبري البتي برانس الذي يعد ثاني كتاب مبيعا في العالم بعد لندن. شايفين إذا كان هذا أثر الصحراء في هذا الرجل وفي رجال ونسوة آخرين وآخرات، فلأن هذه الصحراء تستحق مني على الأقل أنا واحد من أبنائها، ومنكم أيضا أن تكتشفوا بعض عوالمها، لأن الأدب خلد سيرة الصحراء وعرفت المعلقات الناس على أركانها وإبلها وخيلها وأشجارها وجمال الضحى والنهار والليل فيها، وتغنى الشعراء بطبيعتها وبفاتن إحسانها، وضربت الركاب في أرضها المسافات ضياء الأيام وفي السرى، وخلف أهلها أحسن الذكر في الشجاعة والشهامة والوفاء والسمو، يعرفون أديم الأرض وما يليق فيها، ويحسنون الإنصاف لترانيمها، ويتجاوبون مع ذلك بإيماءات جسورة لا تخلو من عفة ووقار تشبه نقرات أصابع اليد لما ترتاح للموسيقى. هذا في الحقيقة استنباط من أحد أصدقائي الشعراء السودانيين. أحد مرة قال لي: